وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله، ولم ينسبه رحمه الله، لم ينسب الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الكلام لشيخ الإسلام، لأن هذا الكلام قد يكون معروفا لدى القارئ من أنه لشيخ الإسلام رحمه الله، وقد والله أعلم إنه من باب إيضاح الحق بقطع النظر عن الأشخاص، فقد يكون هناك من عاد شيخ الإسلام رحمه الله في عصر الإمام محمد بسبب هذه الفتنة، وإلا فهو يذكر رحمه الله كلاما لشيخ الإسلام وينسبه لشيخ الإسلام، لكن هنا ربما أن هناك من حمل على شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة.